عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة لديليست حكيمة، مرحبا بكم في فيديو جديد واللي نتمنى إن شاء الله يعجبكم وتستفدوا منه شي حاجة، لأنه أنا صايبت هاد لي دو كيك في الدار ديالي وعجبوني وقلت علاش ما نتقاسمش معكم الفكرة، ونتمنى تعجبكم ونتمنى هاد الفيديو يلقاكم وانتم زوينين في صحتكم في أحوالكم وعائلاتكم والله يوفق الجميع. ونبداو بسم الله. هاد الوصفة اليوم اللي بغيت نقترح عليكم هي بريباراسيون ديال واحد بريباراسيون وحدة غادي نصاوب منها جوج ديال لي كيك. الوصفة سهلة، مكونات بسيطة ونتيجة رائعة، يعني إلا وجدتوهم يحمروا لكم الوجه. يعني القاعدة وحدة وغادي نقسموها على جوج وغادي نصوبوا بها جوج لي كيك. واحد الكيك بكريمة الحامض، منكهة بالحامض، والكيك الاخر كيك مغبغي فيه الكاكاو وفيه هاد لاباز هادي اللي غادي نشوفوا المقادير ديالها ونشوفوا الطريقة ديال التحضير. يعني جوج ديال الوصفات اللي زوينين واللي يحمروا لكم الوجه مع الضياف مع العائلة ولا ليكم انتوما نيت، يعني ليكم انتوما شخصيا وليداتكم تفرحوهم وكلشي. هنايا لاباز هي كيف ما لاباز ديال لي كيك كاملين، الطحين والخميرة والبيض والسكر والنكهات جوج. غنخليكم على المقادير، هذه المقادير ديال لاباز هي مكتوبة. وسمحوا لي على التصوير، كان عندي تريبي خسر ليا وكنت مضطرة نخدم بواحد اليد واليد الاخرى كان نصور بها. الوغ اول حاجه درت هي وجدت المكونات اللي جا، يعني المكونات اللي الاولى اللي فاز كاع، يعني الماء والبيض والسكر، الماء والبيض والسكر درتهم في المولينيكس، درتهم شويه زدت عليهم الزيت. المقادير هي راه خليتها لكم مكتوبه وغادي نولي نكتبها لكم في صندوق الوصف بالعربيه والفرنسيه. تنضربوا كل شيء في المولينيكس باش يجينا ساهل. وفي باستين اخرى غادي نديرو الطحين. عندي هنايا تقريبا 450 غرام ديال الطحين، ثلاثه د الخمارات ديال الحلوى. غادي نغربلوهم، راكم عارفين فاش كنغربلو كينتجز الطحين مع الحلوى، يا ربي مع الخميره ديال الحلوى، وفي نفس الوقت يعطينا كيك اللي كيجي طالع ومهوي، تيجي طالع مزيان وانتم غادي تشوفوا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، هذه نتمنى تجربوها باسكو جات زوينه وعجبتني انا بزاف، وحتى الناس اللي قدمتها لهم عجبتهم. ايوا ما قدرتش نخلع عليكم ما نتقاسمش معكم هذه الوصفه. هذه تنغربلو كيف ما قلت لكم الطحين والخماره ديال الحلوه. هذه المواد الناشفه، قبيصه ديال الملحه ما ننساوهاش. تنزيدوا المواد السائله على المواد الناشفه وغادي نخلطو بلا سباتول، تخلط عادي، تنزيدو شويه. انا كانت عندي الفاني السائله، ما كانتش عندكم ديروا صاشيه ديال الفاني. درت واحد الحامضه حتى هي معصره، العصير ديال الحامضه وحده، زدتو حتى هو في الخليط، كنخلطو مزيان. انتما كتشوفوا غير بلا ماغيز، يعني ماشي في الباتور ولا. قسمت الخليط ديالي على جوج، نص درتو في المول الكيك الطويل ونص الاخر درتو في المول الضاير. المول الكيك الطويل هزيت منه ما كبيتش كلشي، زدت جوج ديال المعالق ديال الكاكاو في داك القدر اللي حيت واحد 4 كاك ديال المعالق ديال العجينه، خلطت فيها الكاكاو وغادي نضيفوه على داك الخليط الاولاني ونبقاو نخلطو بحال هكايا باش كيعطينا داك الشكل ديال الكيك مغربي. الخليط الثاني تنوجدو او تنزيد، سمحوا لي كنزيدو حفينه ديال لي فروي سيك، خلطوا اللي بغيتو. انا درت شويه ديال القرقاع شويه ديال اللوز داكشي اللي متوفر، شويه ديال الزبيب الا كان تمر مقطع، الا كان لافوان، اللي داكشي اللي عندكم موجود زيدوه. وتنوجدو الكريمه ديال الحامض اللي غادي نزيدو عاود على الكيك ديالنا الاخر. عصرت جوج الحامضات درتهم في المولينكس، زدت عليهم نص كاس ديال السكر، جوج المعالقات ديال المايزينا، دائما قبيصه ديال الملحه. انا عندي هنايا هاد لاكريم، هادي ما طيبتهاش، درت لاكريم فريش عوض ما ندير الحليب، درت لاكريم فريش، درت 200 مليلتر ديال لاكريم فريش
زدت على هاد المكونات، خلطت كل شيء في الماء في الباتور حتى تخلط كل شيء. عاد مهم تنخلطو غير بالباتور، ماشي كيف ما شفتو غير بالمولينكس بلوتو، تنخلطو كل شيء. عاد غادي نكبو على الكيك ديالنا الثاني اللي داير. وصفة زوينة والله، نتمنى تجربوها، نتمنى تجربوها. فهاد الوقت هادي راه الفران كتسخن، زد جوج القطعات ديال كيري. انا كان عندي كيري، ما كانش يديروا لافاش كيري، اولا الا بغيتي ديري الحليب مسيطرو ديال الحليب، وكتزيدوا عليه 3 صفار ديال البيض، وكتزيدوا عليه جوج ديال اما 3 صفار ديال البيض اما 3 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسير اللي كتكون بودغ، وسكر على حساب الذوق، وكطيبوا هادشي هذا حتى كيقصح، وكتزيدوا عليه جوج ديال العصير ديال الحامضات، وكتخلطوا كلشي وتضيفوه على الوجه ديال الكاطو ديالنا، وكنسرحوه مزيان على الوجه ديال الكاطو. لي مول ديالنا راه حنا انا فرشت ليهم البابيي، ما كانش البابي كديرو كدهنوه بالزبده ولا بالزيت وكترشوا الطحين، ترشوا مزيان، اولا ديروا البابي بحال هكايا وكتهناو حتى نفرقوا داك الخليط لا كريم على الوجه ديال الكاطو ديالنا مزيان. سمحوا لي دائما تنعاودها، التصوير ما كانش مزيان بزاف. الكاطو ديالنا هو هذا، الكيك بلوتو، الكيك ديالنا هو هذا، راه طاب. عطيتو تقريبا واحد 25 دقيقة، وغادي نجبدوه من الفران، وكنزيدو عليه تنزيدو عليه الحليب المحلى المركز في هاد المرحلة. هادشي علاش انا فضلت ندير الكاغيط، فاش كدير الكاغيط كتهز الكيك بسهولة، الوغ كو الا درتيو ديريكت كيلصق على الجناب. وهذا الكاطو ديالنا الداير ديال الحامض، راه حتى هو خرجناه. الكاطو اللي درنا عليه سكر كلاصي رديناه الفران واحد 10 دقائق خرجناه، هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع لا في المذاق ولا، وتيجي عالي مزيان وتيجي مفشفش. صراحه وصفه اللي زوينه بزاف، فيها يعني وصفه وحده كتخرج لنا جوج الوصفات، واللي نتمنى تجربوها. الكيك ديالنا ديال الحامض حتى هو جا طالع وجا رطب وجا مهوي زوين بزاف. وباش نقول لكم، باش يجيكم الكيك طالع ومهوي اي غير مزيان، داك الماء هو اللي كيعطيه داك لا تيكستور ديال طالع. كنغبروا على الوجه لا ديال الكيك الضاير ولا الكيك الطويل، كنغبروا عليهم شويه سكر كلاصي. ايوا هما هادو وجدوا وجاو زوينين، ونتمنى تجربوهم، ونتمنى تدعموني باللايكات واشتراكات جداد، ونتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى نلقاكم فيديو جديد ان شاء الله مع اقتراح جديد، وانتم زوينين بزاف لا في حالتكم الصحيه ولا العائليه ولا كل شيء. والى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.